مشاهدي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء والذي سنجريه مع الفنان داني زهير، وهو الفنان الذي أقام لفترة طويلة في ديار الغربة وقرر الالتحاق بأرض الوطن. تجربة الفنية للفنان التشكيلي داني زهير متميزة وتجعل المتلقي يغوص في عالم لا متناهي من السحر والجمال. بداية سي زهير، كيف جات الفكرة ديال الالتحاق بأرض الوطن بعد فترة طويلة من الإقامة بديار الغربة؟ أولا كنشكر أنفاس بريس على هذا اللقاء. السؤال ديالك يعني أنني ما عمرني فكرت بأني باش نبقى تما في أوروبا، يعني مشيت لتما هي غرض باش نشوف لوحات ديال فنانة كبار. كنا كنشوفو معي في التلفازة، كنا كنشوفو معي في الورق. قلت أنا علاش ما نشوفهمش بري، شوف اللوحات الأصلية باش نشوف زعما باش كيمتازو هاد الناس. هذا هو اللي جعلني باش نهاجر، وهاجرت بواحد الطريقة سرية والحمد لله، واخا عانيت شي شوية الحمد لله تمكنت وشدت هذوك الطابلويات. شنو اللي كيميز التجربة الفنية ديال داني زهير؟ ونحن نعرف أن سي زهير يبدع بجميع الأشياء، سواء كانت صباغة أو متلاشيات أو مسامير إلى آخره. هذا سؤال مهم. كيفاش بغيت نعبر به؟ أنا كان الأصل ديالي بريكولور، كندير داكشي ديال البريكول، الخشاب، الصباغة. كان عندي واحد ديال المسامر طاحوا لي وبقيت كنشوف فيه. قلت انا نجمعو هكا، قلت علاش لي ما نخرجش منه شي حاجه، وبقيت كندير هكا حتى درت بزاف ديال الناس معروفه، منهم صاحب الجلاله الله ينصرو. اول لوحه اللي لقات واحد الاقبال في التواصل الاجتماعي، هذه الاولى. والثانيه درت ممثلين، درت بحال حسن مكيات، حسن الفاد، درت بزاف ديال الشخصيات مرموقه في المغرب، ولقيت هذا الاقبال ديال هذا النوع من نوع فني. وهذا هو علاش انا ختمت هذه المساله ديال واش هذا كيرجع ربما للبيئه فين نشاتي، ربما تاثرتي بها. نعم، لان تيقول لك من لا شيء تقدر تصنع، وهذا هو الفن. شنو هي ابرز المواضيع اللي كتحاول انك تجسدها من خلال اللوحات ديالك الفنيه؟ ونحن اليوم امام احدى الجداريات الفنيه باحدى المقاهي الخاصه بمدينه مكناس. يعني اللوحه ديالي انا ما نبغيهاش تكون في شي قصر او لا تكون في شي دار. لوحات ديالي نبغيها تكون للعموم اللي يقراها، لان انا عندي مواضيع هامه عالميه. يعني اي لوحه من اللوحات، اذا دخلتي داني زهير في جوجل او تلقى لوحات تلقاهم قصص عندي. يعني اللوحه عندها واحد رؤيه خصك تبحر فيها، ماشي ما تنديش انا اللوحات للزينه. ولوحات الزينه كنديرها بحال بشكل مقاهي، او كنديرها هادو كخدمه. اما اللوحات اللي كندير انايا كندير بها معارض خارج الوطن، ودرت معرض واحد هنا في المغرب وفي مكناس في المدينه ديال الام في 2015. وكنشكر واحد الاستاذ عسلون هو اللي كان واقف في هذه البادره وفي واحد المهرجان، والحمد لله داز هذاك المعرض عند ليه اقبال. وفي اوروبا كنت كندير معارض مشتركه، ودرت معارض فرديه، وان لقيت على اقبال. ولكن كان عندي الفكره ديال في اوروبا فاش كندير معارض انني نهز الرايه ديال المغرب، فهمتي، ان الرايه ديال المغرب اللي تكون ان مغربي حط، واخا هما كيشوفونا حنايا كيد عامله فقط ماشي كمبدعين. يعني تجي تخدم وتمشي ترجع بحالك، ولكن فاش كتحط البصمه ديالك بانك كفنان، هذا هو الهدف ديالي انا فاش كنهز الرايه ديال المغرب. نعم، دونك يعني اللي كيتلاحظ من خلال هاد اللوحات ديالك الفنيه هو التركيز على المواضيع المتعلقه بالبيئه. واش كتحاول توصل شي رساله حول الاهتمام بالبيئه، حول تحسيس ربما بمخاطر معينه تواجهها البيئه؟
في الحقيقه البيئه حنا كنعيشوا فيها، يعني خصنا نحافظوا عليها. يعني مؤخرا درت واحد المبادره الحي، كانت عندنا واحد الصدى ناجح هنا في مكناس، ووصل المغرب كامل تقريبا. وكانت عنده واحد الزياره الحسن محمد السادس نصره الله، وكنشكر اللي دار هذه المبادره. مبادره سميتها مبادره الحي، كنا عين من هذوك العجلات اللي كيترماو وكيشعلوا فيهم العافيه وكيوسخوا البيئه. كنت انا قبضت من هذوك العجلات، درت فيهم ديكورات كحبوقه تيتحطوا في حدا المنازل. يعني عطات واحد، يعني انك البيئه كما قلت يرجع للسؤال ديالك، البيئه خصنا نحافظوا عليها لان احنا كنعيشوا فيها. كاخر سؤال، شنو هي الرساله اللي تبغي توصل للمتلقي اللي كيشاهدنا الان؟ الرساله ديالي هو ان كاع الارباب البيوت يحافظوا على الوليدات ديالهم، هي الاولى، يعلموهم الثقافه، لان بالعلم نقدروا نوصلوا. واللي عنده شي موهبه للوليد ديالو ما يحيدهالوش، يخليه سواء في الرسم سواء في الفن، يعاون معاه. لان انا من الصغر ديالي انا تحرمت، مولاي نطر كان كيقولوا لي الرسم حرام، واخا هكا كافحت من 9 سنين تقريبا، وكنتمنى ان يكونوا يقابلوا وليداتهم ويصنعوا منهم اجيال. تنشوف هذا الفن والابداع ديال السيد داني زهير اللي هو فنان رائع وجميل جدا، وهادشي تجمنا الصفات هادي ديال الاخلاق والابداع، هما الجمال ديالو على المستوى الوطني والدولي. وانا كما تتشوف هاد الابداع هذا اللي كنت استدعيته وجاني وبالي الرغبه وجا ودار هاد الطبيعه الفنيه اللي هي جميله جدا، توسع النظر فيها احسن ما يكون كما قال الجدار مصبوغ محصور، ما هنا تيطلق عينيه وتيلقى واحد النفس طويل جدا. هاد المقهى اللي تنشوف فيه واحد اللوحات فنيه تتعبر على المستوى ديال السيد الفنان ديالنا الاسماعيلي داني زهير، اللي تيتمم المسيره ديالو السابقه نتاع لوحات الدرب، اللي كان من خلالها تيجري واحد المسطره كبيره لمحاربه الأزبال في الشوارع وفي الدروبه. هو كان دعا لهذا لهذه المسائل هذه سابقا في واحد البرنامج ديالو. لوحه ديالو تعبر على المستوى ديال هذا الفنان، لوحه جميله جدا تعبر على اننا في واحد بحال في واحد جو طبيعي في مكان طبيعي.